الداخلي ديال الدار البيضاء وكلهم مسؤولين على هذا الشيء اللي كيوقع الناس في المدينه القديمه. علاش الناس خصهم يمشيو والناس حنا ما عندناش كاع باش نمشيو؟ علاش حتى حنا نخلصوا 10 المليون؟ حنا ولاد المدينه ولاد الشعب هنايا نمشيو حنا فابور، سمعتيني؟ خصنا حقنا حنا نمشيو فابور بلا ما نخلصوا، وخليونا نقيو قيدنا صوبنا الدوسي، صوبناه ودفعناه وعاود قال لك لا عاود قال لك عاودوا الدوسي. علاش؟ فين هما حنا باش غنبقاو غادي لدار الضريبه نصوبوا هذه الورقه نعاودوا الناس ما عندهمش، هنا الناس ما خدامينش، ما كاين هنايا لا حق لا والو. الحكومه خصها دير شي حل مع الدرويش. انا نقول لك بحال دابا الناس ناعسين مريحين ما عليهم ما بيهم الشتا حتى يصبحوا مساكن ميتين. تخلص دابا الطريطه 8 شهور فهمتي، يلاه شديت دابا القيد ما بغا يدير معايا والو فهمتيني. صوناتك عطيني الدار والقيد مبسسيني باش نخرج وتنحملوا هو المسؤوليه لو وقعت لولادي شي حاجه. تمشي للمقاطعه ما بغيتش تستقبلني تقول لك مقدم ما يجيش عندك فهمتي. صوناتك اللي درت لهذا الشيء بلاد ما عندك شكون بلاد خلص الطريطه بلاد ما عندوش بلاد مشي خطف يخون بلاد مش معاك الروسه كل اللي وقع 20 مليون هذا ما عندوش خلص ثلاثة قسما بالله 18 بلاد ما ساكنش الدار والدار مهدة وعندي بلاد ما ساكنش فيها عاطينو الدار وما ساكنش فيها وتيحسبوا عليه الطريطة. عيطوا عليه السلطة عيطوا عليه المسؤولين السلطة قالوا لي واخا قال لهم ثلاث ليفات غادي يخرج فهمتي. هذا القيد قال لهم ثلاث ليفات يخرج ملي سمعت حوايجي سمعت حوايجي هذه ملي جيت عند المقاطعة قال لي ما قلت لك والو فهمتي. قال لي سير في حالتك قال لك ما محسياتش انا محسيه قال لك ما محسياتش 40 عام 40 عام هذه باش تحسيت هذا الحس الاول وقال لك دابا ما محسياتش اش غندير بنيتي نخرج للزرقاء نبرك فيها. بغيت انا حق يا بنيتي بغيت المستقبل ديالي ما غاديش نخرج للزرقاء نبرك فيها. 76 عام حتى حاجه ما داروا لي تحل ديت الوريقات باش نصب الوراق قال لك انت مراه كبيره ما داري الكريدي لا والو بقيت ما عندي باش ندفع لها الكريدي لا والو. غتراب عليا واش غادي ندرمني بنت نبات في الزنقه كان بات باركان البارح بنت باركه واقفه هنا بكرتي مقرضانه مقرضوني الدريد احنا راه تنموتوا هنايا ما بغاوش يديروا معنا حل. هاد الناس النوطير باقي لنا النوطير فلوس الدار ب 20 مليون بزاف، احنا راه بزاف عايشين مكرفسين الوليدات بزاف.